عزيزتي قطع خنازير امشي مهرب تقدر الهجوم علينا شو شو وجهي كيف صار شو وجهي انا ولك هيهم هيهم تقرب عليهم طو امشي امشي هدول لو اجونا ما هدول ايش رد ايش رد ايش رد وكيف شفته انا كم مش مبين انا جا كان زيد طلع علينا وقدرت هاي هم هدول بيطلعوا للسيارات هاي لما تخبط لك بالسيارة شو بتعمل فيها؟ كبار شوف بعدين بالرياضة ولا عليهم فرو مش مثل خنازير بشوفهم بالتلفزيون منظفات وزهريات هاد وبعدين إلها نكرون فنفدي أحسن هي منطقة حداش فيها منيح من هالنجم من هون على فكرة ممكن يجونا خلينا بعد ولازم نجي ندور بس هسه انعتمت الدنيا وطلعوا لنا هاي المكان شايف هاي انا اجر ايش هادي تقول ايش اجر سخبي هاي هذا هاد مبوى صدر خنزير برد ابن كلب يعني ما نحن لا